تحركات جديدة للنظام السوري وروسيا وإيران على الأراضي السورية تهدف لتمكين سيطرة هذه الأطراف على مناطق خارج سيطرتها وزعزعة الاستقرار النسبي فيها. فقد عززت الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري والموالية للجانب الإيراني 4 نقاط عسكرية لها في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا بهدف السيطرة الكاملة على هذا الريف. مصادر محلية تحدثت عن تعزيزات مؤلفة من 5 دبابات وعشرات العناصر المسلحة توزعت على حاجز قرية خرام الشحم وحاجز الري ومزرعة الأبقار بين بلدتي اليادودة والمزيريب ومعمل الكونسروات شمال المزيريب وحاجز مفرق بلدة العجمي. كما أنشأت الفرقة الرابعة نقاطا عسكرية جديدة عند حاجز دوار مساكن جلين ومعمل الشيبس على طريق درعا طفاس ناهيك عن مطالبتها باستلام نحو 100 شاب من بلدات المزيريب واليادودة وطفاس رفضوا الانضمام إلى قوات النظام بعد اتفاقيات التسوية في خطوة وصفت بالتصعيدية. مصادر في المعارضة قالت إن النظام والجانب الإيراني يهدفان من هذه التحركات العسكرية إلى إطباق الحصار على بلدات الريف الغربي لدرعا وزيادة القبضة الأمنية للضغط على الشباب لتسليم أنفسهم والانخراط في صفوف قوات النظام. أما بالنسبة للجانب الإيراني فيهدف إلى تسهيل عمليات الاتجار بالمخدرات في عموم محافظة درعا واتخاذ الجنوب السوري ممرا لتهريب المخدرات إلى خارج البلاد. وليس بعيدا عن محافظة درعا يواصل الجانبان الروسي والإيراني استقطاب شبان محافظة السويداء المجاورة لتجنيدهم بهدف تأدية مهام داخل سوريا وخارجها، مستغلين ظروفا معيشية خانقة تدفع الشباب إلى الانخراط بهذه المهام، حيث أكدت مصادر صحفية إرسال روسيا مؤخرا عددا من المجندين من شبان السويداء إلى ريف محافظة حماة لحماية العمال الروس أثناء تصليح خط الغاز الذي سلمه النظام لموسكو. علاوة على ذلك ينسق الجانب الإيراني مع جهاز المخابرات الجوية التابع للنظام لنقل شبان من السويداء إلى منطقة خناصر في ريف حلب الجنوبي مقابل رواتب شهرية زهيدة بحسب هذه المصادر.